ورجعنا تاني مع ايفا هابيل، عمده بنت عمده، ست بميت ست زي ما هي بتحبوا يقولوا لها. مساء الخير يا ايفا. مساء الخير. هتلخبط واقول لك استاذه ايفا ولا متر ايفا ولا العمده ايفا؟ هو محتاره. الأصل لا، أنا بحبه طبعا العمدة، هو الأستاذة دي مهنتي اللي خرجت العمدة بحكم المحاماة، يعني بحكم جاي من المحاماة. المحاماة. اه بحكم المحاماة. مهمة العمدة، يمكن ناس كتير قوي بتقول كلمة عمدة عمدة عمدة، مهمة العمدة ايه؟ العمدة إنسان وسط ناسه، الناس بتحكمه، وهو المفروض عشان يبقى عمدة كويس يكون أمين في التحكيم ده، بشرط إنه كمان يحل مشاكل بلده ما يصعدهاش للداخلية أو المركز الشرطة، يعني بقدر طاقته إنه هو يحاول يخلي المشكلة تتحل جوه البلد، يعني ما يصعدهاش للمحكمة والقضاء.